هو انتوا ما فكرتوش تعملوا بول هنا في الجنينه؟ لا بابا رافض تماما. اشمعنى؟ هو بيحب الخضار اكتر، وشايف ان حمام السباحه ده مصاريف وصيانه وشغلانه يعني. عارفه اللي يبص على البيت ده من بره يقول علينا بهوات، بس احنا مش كده خالص. احنا يا دوبك مرتب بابا مكفينا، شويه الفلوس اللي بتيجي من عوايد الارض. ثروه بابا هي البيت ده، بس طبعا عمره ما هيبيعه يعني. اي حاجه من بره غير. وانتي ايه؟ انا ايه؟ مش فاهمه. انتي من جواكي ايه؟ انا كل حاجه وعكسها. بصي انا ماليش خبره قوي في الكلام مع البنات يعني، بحكم خبرتي اللي هي ولا حاجه، بس انا حاسس ان انا عارفك كويس من جوه. عارفني مره واحده؟ وعارف ايه بقى؟ انت شبهي، بس انا عايز اعرفك اكتر. ايه الاخبار؟ الحمد لله كله كويس. كلمتك؟ لا. وانت؟ لا طبعا انا مش كويس، بس عم بتوحشني قوي وببقى عايز اكلمها، بس الحمد لله بمسك نفسي في الاخر وما بعملش كده. ربنا معاك. شكرا يا هند. على ايه؟ على الاقل حاسه بيا. طيب بما اننا متجمعين خدتوا ايه بقى القرار؟ والله انا شايف ان ده كلام مهم، عشان احنا خلاص جبنا اخرنا بجد يعني. جايبين اخرنا من ايه؟ هو مش احنا اخر مره قعدنا مع بعض اتفقنا ان احنا هنشوف حل يكون لطيف ما يضايقش مامتهم ولا يضايق بابانا، ولا ايه؟ هو انتوا ساكتين ليه؟ بما ان انا الكبير اسمعوا رأيي. اتفضل. أنا شايف إننا ما نعملش حاجة. إحنا ليه أصلاً عايزينهم يسيبوا بعض؟ إحنا أهو متعايشين مع الأمر الواقع. في الأول ما حدش فينا كان حابب ولا حد كان طايق التاني، بس واحدة واحدة تعاملنا مع بعض. نيلي ومصطفى أكتر اتنين مبسوطين من اللي حاصل ده، فإحنا ليه نخلق مشاكل تخلينا نتفرق طالما هي مش موجودة؟ مين قال إن هي مش موجودة؟ بالظبط يا مراد، أبوك ما يستاهلش إن إحنا نبقى السبب إنه يرجع يعيش لوحده، هو مش هيعرف يعمل كده تاني. وأعتقد يعني كلنا شايفين إن بابا ومامتكم قد إيه متغيرين للأحسن وهما مع بعض. الصراحة يعني مفيش مقارنة. يعني أنا شايفة لو إحنا نيجي على نفسنا ونستحمل بعض عشانهم فإيه المشكلة؟ أنا مش فاهمة، يعني أنتم خلاص خدتوا القرار ومطلوب مني إن أنا أوافق؟ بس إحنا ما اتفقناش على كده. طيب إحنا هناخد بالأغلبية. مين فيكم شايف ان احنا ندي البابا وطنط ناديه فرصه هما اللي قرروا عايزين يعيشوا مع بعض ولا لا؟ انا معاك. وانا احنا اربعه وانتوا اتنين، بس عشان ما تزعلوش احنا ندي الوضع ده فرصه شهرين، عرفنا نكمل كان بها، ما عرفناش نتكلم ونبقى نشوف عايزين نعمل ايه. تمام يا علي. بحب الأغنية دي أوي. تعالوا نلعب لعبة. حد يغني أغنية ويقف على حرف، واللي بعده يختار أغنية تبتدي بحرف ده. حد فاهم حاجة؟ حلوة اللعبة دي. كنت بلعبها على طول أنا وطاهر ومراد. أنا مش هلعب. مش مهم، ابتدي أنت. أنا؟ طب ثانية طلع الجيتار بقى. ماشي، بس أنا يا جماعة صوتي وحش ها؟ تتريقوش، بقول لكم الاول التروفينا. ماشي، مين هيبدا؟ انا. طب هتغني معايا؟ ها ابدا انت بس. لا هغني معايا. ابتدي ماشي. بكلمه منك انت بتضحكي؟ اسكتي بقى. يلا. بكلمه منك تنسيني اللي عدى اوان. ممكن اكمل انا؟
صوتي ايه وحش؟ وقفيني في الحته اللي انت عاوزاها. ماشي. ممكن؟ كان في هواك من بدري فرق اعلى صوتي وكل ده فيه وانا بقلبك بقيت عايشه مع العايشين بكلم نفسي من الوحده بقالي سنين. غلسه قوي قوي. هجيبها هجيبها. ريح ريح. مفيش حاجه بحرف الريح. لقيت. رغم السكات اللي ساكن كلامنا رعشة ايديك لحظة سلامنا رغم انهزامنا وانقسامنا هيفضل هوايا في عشقك يطوف لو بس قرب هتقدر تشوف كل مرة اخد لقربك خطاوي كم مرة صوتي يعلي الغناوي كل ما اجيلك مغامر وناوي الاقيني برجع لقبل الوصول واقول بس جر بس سين سين. يلا انت ست الحبايب يا حبيبة يا أغلى من روحي وعمري. في إيه؟ ما بحبش الأغنية دي الصراحة. ولا أنا. بتفكرني بطابور المدرسة الصبح يوم عيد الأم. أسوأ يوم بيعدي عليا في السنة. كان بابا بياخدنا محل الهدايا اللي جنبنا هنا عشان نجيب هدايا للمدرسات بتاعتنا. نديها لهم تاني يوم الصبح في المدرسة. نبقى واقفين في المحلات كل العيال اللي قدنا مع باباهم ومامتهم بيجيبوا هدايا للمدرسين واحنا واقفين محتاسين مع بابا مش عارفين نجيب ايه. كل الناس ماشية بورد واحنا رايحين جايين رايحين جايين كمية الورد دي. يا جت على الورد. كل الأفلام اللي في القنوات وكل الأغاني اللي في الراديو تحسي كده انك محاصرة. مفيش سنة بتعدي ومعيطش في اليوم ده. بس للأسف بقى ست الحبايب مشيت وسابتنا. كنا محتاجينها قوي. يا جماعة في ايه؟ هتقلبوها دراما ولا ايه؟ مفيش حاجة مفيش حاجة. أنا آسفة بجد يا طاهر ما كنتش أعرف. هي طنط ماتت ازاي؟ وهي بتولد مصطفى. ازاي؟ كم ما اتكلمش في الموضوع ده؟ هو قضاء وقدر ولا غلطة الدكتور؟ غلطة الدكتور. ربنا ياخده. كده مراد يزعل. هو مش ده الدكتور جاركو؟ بابا لينا وأبو محسن؟ لا ده أنت فعلاً ما شفتيش تربية بقى. أنت اللي قليل الأدب. إيه اللي بتقوليه ده؟ لا لا اسكتي خالص. هو إيه اللي اسكتي؟ هو اللي قال أدبه الأول وبعدين أنا بتكلم عادي. تكلمي عادي برضه بتاعت السنتر وخالد الشمال. ايه ده في ايه؟ اطلعي على فوق يا ليلى. هي مين لينا اللي بتتكلمي عليها دي معلش؟ حبيبه مراد. الكلام ده حقيقي؟ وانت مالك اصلا؟ حياه امك لازعلك. احترم نفسك ورد عليا. الكلام ده حقيقي؟ انت مالك اصلا الكلام ده صح ولا لا؟ بعدين نبقى نتكلم يا طه. وانت خليت فيها بعدين؟ بتشتغلنا وتقول بعدين؟ ازاي يعني يا مراد؟ هو ايه ده اللي ازاي؟ وانتوا مالكوا اساسا؟ لا مالنا ونص. ممكن تسكت دلوقتي؟ والله العظيم نفضحك. على فكره كل اللي بيقوله كده. انت تعرف البيت دي من امتى؟ بقول لك يا طاهر مالكش فيه. تحب تشربي حاجه؟ ممكن الحق يا بابا لو بيتخانق هقول. هو مين ده اللي مالكش فيه؟ لا 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 فهمني في ايه؟ حد يرد عليا؟ الاستاذ بيشتغلنا. الاخ مصاحب بنت سالم. سالم مين؟ اللي موت امي. بطل يا ابني افهم بقى. الكلام ده صحيح؟ وايه المشكله يا بابا؟ طب اتفضل اطلع اوضتك وبعدين نتكلم. انا مش هتكلم بعدين، انا حر واعمل اللي انا عايزه. اطلع اوضتك. بنتك ماشيه مع الواد الشمال ابن صاحب السنتر.
انت مش متربي. كذاب يا ماما. دي تخلصي خالص. يلا كل واحد على اوضته. يلا يلا كلكم اطلعوا. مش طبيعي اللي حصل ده. انا كنت متوقع اصلا. كنت متوقع ان هما يسيبوا بعض؟ مش بالسرعه دي بس كنت متوقع. وبنيت توقعاتك دي بقى على اساس ايه؟ هو بابا وطنط عرفوا بعض امتى وفين وازاي؟ ده هيعرفوا بعض امتى اصلا؟ فطبيعي مع اول مشكله هيبعدوا. علاقه هشه. ايوه يا طاهر، بس انت علاقتك بنا ده مثلا بقى لها سنين، يعني المفروض انت فاهمها وهي فاهماك وعارفين بعض كويس. مع ذلك لما المشكله حصلت انت اكتشفت ان العلاقه هشه. ما تزعلش مني. لا ازعل ايه بقى؟ ما بقتش بزعل من حاجه. قولي انت ايه رايك في اللي مراد وليلى عملوه ده؟ الاتنين كدابين، بس ليلى كدابه اكتر. على فكره مراد ما دخلش الاوضه، انا كنت صاحي. من غير ما تقول. انا عارفه. هو السؤال هنا هي ليه عملت كده اصلا؟ هي ما كانتش مرتاحه عندكم. مين كان مرتاحه يا هند؟ الوضع ما كانش كويس يعني. يلا الحمد لله، اللي كلنا كنا عايزينه حصل. على رأيك شو هاي هينسوا إذا كان بابا ولا طنط؟ ممكن، بس أنت مش مستغرب حاجة؟ إيه؟ يعني اللي أنت كلمتني وإني رديت وإن إحنا اتقابلنا وخلاص إحنا المفروض ما نتقابلش، اللي إحنا عايزينه حصل، الجوازة اتفركشت. يعني إحنا علاقتنا علاقة صحابي يعني. وعلاقة الصحوبية دي بتدوم أكتر من أي علاقة تانية. بس هي ماما لو عرفت إن إحنا بنتقابل هي مش هتستوعب أساساً. والله ولا بابا صدقيني. أستأذنك أخد التليفون ده. يوسف عامل إيه؟ أخبارك؟ هند ماشي هماشي هبعت لك رقمها. أوكي. ماشي يلا قبلك بالليل. باي باي. سلام. هو عايز رقمي ليه؟ اكيد عشان الفكره اللي انت قلتها له، ما طالما دخلت في دماغه يبقى ينفذها. ايه ده؟ هو ايه اللي جاب اروى هنا؟ اروى؟ انا لو اللي في دماغي صح يبقى ضحك بس. ايه اللي في دماغك؟ علي قبل ما انزل كان بيغير هدومه عشان رايح مشوار، فبيسالني ما تعرفش الكافيه بقى كويس وبتاع، فقلت له على الكافيه ده. بعدين سألته انت محتاج كافيه؟ قال لي بسأل في العموم. فلو اللي في دماغي يا هند. ايوه ايه اللي هيخلي علي يقابل اروى؟ ايه اللي بيحصل ده؟ انا مش فاهمه حاجه. ايه الحوار ده؟ ازيك؟ تعالي اقعدي. الاخبار؟ كله تمام، انت عامله ايه؟ الحمد لله تمام. انا مش مصدق. ابويا وامك لو شافوا المنظر ده اقسم بالله هيتشلوا. مش مصدق. بقول لك ايه؟ تعالي تعالي امشي. انتي ام بوين ده. ام بوين. واحدة واحدة بقى. الو. مفاجأة؟ ايه ده؟ بتعملوا ايه هنا؟ بتعملي ايه؟ اهلا اهلا اهلا. ايه الحوار ده؟ اشترك في باقات واتشت الشهرية بتبدأ من 14 جنيه و99 قرش، وباقات سنوية تبدأ من 150 جنيه.